اسمع رحنا فيها يا شنو خير رحنا فيها؟ اقول لك خلنا نلحق على مشروع المطعم وخلي القراج يولي. ليه وش فيه عسماشر؟ ايش روح شوف قراج فادي العالم كذي نمل عنده. ايه كيف كل قطع بيدهم ويدفعون فلوس حق البلاد من غير ما يعدون شيء ربطات ربطات. ايه هذا حنا دائما اذا شفنا المراه نحط اللي قدامنا واللي ورانا، واذا شفنا واحد مسكين قلنا ما عندنا فلوس. خل نشوف لنا حل هالمصيبه هذه. الطيور طارت برزاقها وانت ماسك لي المفتاح وقاعد تفتح، ما ادري قاعد تفتح قصر مفتاح عادي تفتح فيه ما ادري شنو اللي يسمونه. طيب وش تبينا نسوي؟ يعني اجيب حريم يشتغلون في السكراب؟ ما شاء الله عليك انت تقد درل وانت ما تدري. صح فعلا نجيب الوالده ونجيب 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 اختنا لا تطلقت ان شاء الله وخليها تشتغل هني. هبول انت، اقول ورا ما تاكل تبن بس، تبي الناس ينحاشون الكراج؟ تفضل شوف حبيبتك الأولية جاي تتشمت فينا الحين شمات البيزة الحين. يا أخي لا تظلم، أصبر خلنا نشوف شو عندها. يا عرفت هاي حبيبتك راكبة. هاي هلا والله مرحبا. هلا هلا وسهلا. شماتة واحد. هاي الصراحة أنا جاية أتطمن عليكم، شايفتكم قاعدين لا شغلة ولا مشغلة. لا احنا عندنا جرد سنوي عشان الميزانية الجديدة بس. شمتتو الصراحة انا قلت يعني اذا تبون اطرش لكم شوي من الزباين اللي عندي بما انه احنا زبايننا وايد اوبر. بالضبط صح طرش الزباين. يا ريال عندنا جرد سنوي ما تبي تجرد شنو انت؟ جرد سنوي طرشين للزباين انت؟ ما نشتغل فيه نبي زباين. ايش فيك انت صاحي ولا مجنون؟ هذه جاية تشمت. شمتة ثلاثة. انا اتشمت فيك؟ عيل هذه مش شماتة. مستحيل يا سعيد، انا ما اقدر اتشمت فيك. بعدين اللي بيني وبينك لا تنسى عيش وملح. ماكلين ملح مع بعض ها؟ والله احنا مرة يعني قد اكلنا في المطعم وكانهم زايدين الملح شوية مع الاكل عشان كذا ما تذكر الا الملح. يعني الحين ناسي كل شيء وذاكر الملح بس؟ لا بلا اذكر مرة شربنا شاي انا وياه. شاي اخضر احمر اصفر قليل عشان احدد الملح نوعيه الملح. لا شاي بس. شماتة اربعه. انا خبري يحطون الشكل مع الشاي مو ملح. اقول لو سمحت لا تقصعد على نسرين، يعني مهما كانت حبيبتي من فتره يعني وكان في بيننا ذكريات حلوه وجميله. يا حبيبتي هذا حب يسمونه حب مراهقه؟ هذا يسمونه حب ولادي؟ حب نو كومنت.